حميد طبعا ليه لون متميز هو بيه، الريذم بتاعها مختلف خالص، وفكره ان هي تبقى دواتو كانت جديده، ما كانش حد بيعمل دواتوهات. ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد، حبنا لؤلؤه من اول لؤلؤه، لؤلؤه. هل هذا هو صوتك الحقيقي؟ حميد الشاعري بيأدي ما بيتركش، بس بنأدوها صح إمكانيات الأجهزة الحديثة. حتى الأداء ألا يقتضي خامة صوت موجودة أصلا لدى المؤدي؟ الأداء يحتاج حس.